طرابلس كغيرها من عواصم ومدن العالم استعدت لعرس الكرة العالمية، ولعل استعدادها وتشجيعها أكثر تميزا باعتبار قارتها السمراء التي تمايلت غاباتها طربا ورقصت أنهارها رقصة الفرح باحتضان بطولة المونديال هذا العام. طبعا اجواء طرابلس اجواء جميله، طبعا كل الناس متفاعله مع القاره الافريقيه، عاده الفوز الافضل فهمت، ومشاركه افريقيه رائعه وحضور الام بي سي هنا رائع جدا. I don't follow football very much but as it's the first time I am in Africa today I would join Ghana. خرج معظم الناس من بيوتهم للاستمتاع بسحر المستديره في الساحات العامه التي امتلأت بالاف الحاضرين متابعين ومشدودين لشاشات عملاقة زينت بعض الساحات في مدينة طرابلس التي يميزها طقس رائع أيضا. هنا الأجواء جميلة جدا يعني صراحة، يعني يفرح الإنسان أنه يشوف ويتمتع، يعني الناس طالعين. أهلا وسهلا أختي، مساء خير. تركت البيت اليوم؟ أكيد. ليش؟ من أجل الأجواء رائعة هنا، وخاصة في على الشاشة، يعني جو حلو يعني. زلنا مع الفوزيلا وأجواء كأس العالم في طرابلس. هذه الساحة العامة اللي لم تخلو أيضا من حضور العائلات. نتعرف على الأخ فلاح حسن. فلاح من العراق. أهلا بك، أهلا كل العائلة من العراق. طبعا فلسطين. نعم. كيف أجواء كأس العالم في طرابلس؟ والله أجواء جميلة وكل الناس منشدة إلى التلفزيون، ويعني كلامهم واحد فقط، كأس العالم كأس العالم. لم تقف الأعمار أو الظروف الصحية عائقا أمام متابعة ومعايشة أجواء كأس العالم وما تحمله من تشويق وإثارة. لأصداء العالم، حسام الدين التائب، MBC طرابلس.